ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية نقلاً عن مسؤولين مصريين كبار الأربعاء أن الولايات المتحدة اقترحت على مصر إدارة الأمن في قطاع غزة بصفة مؤقتة، إلا أن القاهرة رفضت. وبحسب الصحيفة، فإن مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية CIA ويليام بيرنز ناقش المقترح مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس المخابرات في الدولة الواقعة شمال أفريقيا عباس كامل. ويأتي المقترح وفقا للصحيفة الأمريكية حتى تتمكن السلطة الفلسطينية من تولي المسؤولية الكاملة بعد هزيمة حماس في الحرب الدائرة حاليا بين إسرائيل والحركة الفلسطينية المصنفة على لائحة الإرهاب. في المقابل رفض السيسي الاقتراح قائلا إن مصر لن تلعب دورا في القضاء على حماس لأنها تحتاج إلى الجماعة المسلحة للمساعدة في الحفاظ على الأمن على الحدود، وفقا لما نقلته وول ستريت جورنال.